جال البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي على قرى وبلدات بترونية. استهل الجولة في بلدة سمار جبيل بزيارة لكنيسة مار نهرة، حيث استقبله راعي أبرشية البترون المارونية ورهبان وراهبات وأهالي البلدة والجوار. الراعي انتقل والوفد المرافق إلى بلدة إدي وزار كنيسة مار سابا، مطلعا على جدرانياتها التي تعود إلى القرنين الثاني عشر والثالث عشر. وكما في كل مناسبة طلب البطريرك بانتخاب رئيس للجمهورية. نحن برهبة بدنا نوجه ندائنا للكتل السياسية والنيابية في لبنان، مش قادرين ولا حدا مخلص للبنان ومحب للبنان ومخلص لتاريخه الطويل، مش قادر حدا بقى يقبل أن نبدأ سنة جديدة من الفراغ على سدة الرئاسة. نحن بدنا الناشد المسؤولين الكتل السياسية والنيابية يكونوا على مستوى مثل ما عم نقول الظرف، يكون عندهم الشجاعة، يكون عندهم حرية الرأي، يكون عندهم روح المسؤولية وروح التجرد، ونقعد على طاولة ونلاقي المخرج لهالأزمة اللي وهي للأسف علقت وربطت عكس ما كان بريد كل اللبنانيين بما يجري في الشرق الأوسط. نحن هون بمقام القديس وحنا مارون ما فينا نقول إلا رئيس صنع في لبنان ومن لبنان ومن صخور لبنان، رئيس يكون على مستوى الظرف اللي عم نعيشه. ثم انتقل إلى بلدة مراح جديد، حيث وضع الحجر الأساس لأعمال مشروع مؤسسة مار إستفان الاجتماعية. وخلال محطته في بلدة مراح جديد زار الراعي عائلة الشهيد المعاون إدمون رياض سمعان في صالة رعية السيدة، حيث قدم التعازي إلى والديه وأفراد عائلته باستشهاده.